تذكرون هذا حليته معاكم بنات أوساشكم؟ إيه؟ درتبوا لي كلمة أوساشكم بالإنجليزي للعربي. حوراء قريلي أول ثلاثة، فاطمة قريلي الأربعة الباجي، تفضلي. أقراتي بس عادي. إيه عادي. Opinion right, beautiful, nice, but size, حجم, small, big, age, عمر, old, new. تفضلي فاطمة. Shape, شكل, square, round, color, long, red, blue, black. Origin. Origin, Chinese, Kuwait, American. Material, glass, plastic, iron, wood. طبعاً بنات هذيل مو كل الصفات، ها؟ هذه أمثلة. تدرون أنتوا صح؟ أنا مو حاصرهم كلهم، هذه أمثلة بس عشان تعرفون. أوكي، معناته أوساشكم، ليش قلنا أوساشكم بنات؟ لأن كل حرف من هذيل يشير حق شنو؟ يشير حق شنو؟ يشير حق الكلمات هذه، صح؟ يعني حرف الأو بأوساشكم يدل على شنو؟ Opinion. حرف الأم بأوساشكم يدل على شنو؟ حرف السي حرف الاس اتش ش حرف الاي حرف الاس حرف الاو الثاني اوريجين حوراء فاهمه تمام زين فاطمه فاهمه عندك سؤال عليهم لا انزين يلا خلينا نحل هذه على السريع بنات راح يلكم بالامتحان الشكل هذا راح يلكم بين قواس صفات بعدين راح تيلكم جملة وراح يقول لكم رتبوا الصفات هذه بالجملة ترتيب صحيح make a meaningful sentence with the correct order of the following adjectives رتب الصفات التالية في الجملة التالية حسب الترتيب الصحيح الحين أول بنات أول ما يلكم سؤال بالامتحان شنو أول شيء تكتبونه أوساشكم هذه حفظوها مثل اسمكم osash.com okay osash.com osashكم اوكي لما تكتبون هذا راح تحلون كل شيء انزين خلنا نلعب مثل اللعبه اللي فاتت خلونا نرتب الصفات هذه بالارقام حسب اوساشكم خلونا نصعد فوق اول شيء عندنا باوساشكم شنو بنات اول شيء رقم واحد opinion صح راي خلونا ننزل تحت نشوف وين الكلمه اللي فيها راي glass big bad old round white وين اي واحده الراي opinion bad معناته بعد رقم كم؟ واحد يلا خلينا نشوف رقم اثنين شنو بنات؟ سايز وين كلمة سايز هنا؟ بسرعة 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 وين سايز؟ بيج بيج برافو يلا نمبر ثري شنو بنات؟ ايج وينها؟ حوراء ليش ما قاعد تشاركين؟ يعني تسيبنا. أوكي. يلا. حاضر بعدين رقم أربعة حوراء شنو؟ shape. وين shape هني حوراء؟ ممتازة. يلا الحين ثنتينكم مع بعض. عندنا رقم خمسة color. وين color تحت؟ white. Bravo. بعدين شنو عندنا؟ origin وين origin؟ African African بعدين آخر شيء شنو عندنا؟ material اللي هي أي واحدة؟ glass بس يعطيكم العافية حليتوا التمرين بدقيقة شفتوا شو تسوون؟ أول ما توصلون الامتحان أو السؤال تكتبون أوساشكم حرف الأو opinion الأس size الأي age الأس h shape السي color الأو origin الأم material حفظوها مثل اسمكم بنات شوفوا أنا قلتها أنا حافظها بعدين عقب ما أكتبهم مثل فوق أكتبهم من واحد لسبعة أكتب opinion size age مش عارف إيش كذا أقوم تحت على طول بس أحط أرقام
يلا خلينا نكون الجملة مع بعض. ساعدوني. My father brought, أبوي جلب كرسي. خلينا نحط الصفات اللي مالت الكرسي بالترتيب. My father brought a, شنو؟ بعد نقلوني بسرعة. بعد big white African round white African glass. يعطيكم ألف عافية. بس هذا هو كا رتبناهم بشكل سريع وحليناه بشكل ممتاز.